مع حرب الإبادة بغزة رجع الحكي عن حل الدولتين إسرائيل وفلسطين. إقامة دولة فلسطينية هو حلم فلسطيني قديم من وقت ما أعلن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بأواخر 1988 استقلال دولة فلسطين من جانب واحد على حدود 1967. قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. تجدد المشروع مع اتفاق أوسلو بال 1993 قبل ما يتحول لكابوس ويبطل حدا بده يسمع بشيء اسمه دولة فلسطين. بعد تصاعد الانتقادات للدور الأمريكي بحرب الإبادة بغزة، طرحت أمريكا حل الدولتين كجزء من التسوية النهائية للحرب لتوحي إنها عم تقدم شيء للشعب الفلسطيني. We still believe, the president still believes, it's not only possible, it's in the best interest of the Israeli people and the Palestinian people. بس رفضت الإدارة الأمريكية تفوت بأي تفاصيل عن شكل الدولة أو حدودها أو صلاحياتها، وما تناولت الملفات المعقدة مثل مصير القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات. Nobody thinks we're going to pull a rabbit out of a hat here and get to it tomorrow. وبنفس الغموض طرحت مصر دولة فلسطينية منزوعة السلاح وما تمسكت بأي حدود جغرافية لها. المهم يبلش الاعتراف بدولة من هالنوع. نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. أما السعودية فربطت التطبيع مع إسرائيل بمسار التمهيد لإقامة دولة فلسطينية، حتى لو ما قامت الدولة الفلسطينية فعليا هلا. الغموض بالحكي عن الدولة الفلسطينية مقصود، لأنه اللي عم يحكوا عن حل الدولتين ما بدهم يتجاوزوا الخطوط الحمر الإسرائيلية. حتى نتنياهو ممكن يقبل بدولة فلسطينية إذا كانت شكلية، مثل الطرح اللي قدمه دونالد ترامب بمشروع صفقة الأرن، أرخبيل من الجزر الأمنية المنفصلة بالضفة الغربية من دون جيش فعلي، وتأبيد المستوطنات والنشاط الاستيطاني بالضفة مع منح الفلسطينيين أراضي مفتوحة للزراعة ومطار خارج سيطرتهم الأمنية بصحراء سيناء. هيك دولة شكلية مقبولة لأنها قناع لسيطرة الاحتلال، وهالشي مش اختراع إسرائيل. بجنوب أفريقيا تحت نظام الأبارتايد أسست سلطات الفصل العنصري 4 دول سوداء تحت سيطرتها انعرفت باسم البنتوستان لاستيعاب الكتلة الديموغرافية السوداء والتخلص من عبء التعامل معها. هالدول الأربعة اللي ما نالت أي اعتراف دولي كانت مجرد دمية بإيد نظام الفصل وانتهت مع نهايته. جرب الفلسطينيين النوايا الإسرائيلية تجاه حل الدولتين. باتفاق أوسلو كان المفروض إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطيني مؤقتة لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنين تنسحب إسرائيل خلالها من قطاع غزة ومنطقة أريحة بالبداية، بانتظار تسليم السلطة الفلسطينية كامل الضفة الغربية تدريجياً بحسب حدود 67 مع انتهاء الفترة الانتقالية. نتيجة الاتفاق صارت معروفة، رفضت إسرائيل تنفذ الشق المرتبط بالانسحاب من الضفة الغربية، وسيطر الجيش الإسرائيلي حتى على المنطقة ألف بالضفة اللي تم تحديدها سابقاً كمنطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل. كملت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة أقوى من السابق، وتضاعف عدد المستوطنين بالضفة أكثر من 7 مرات، من 110 ألف مستوطن لأكثر من 700 ألف مستوطن. منعت إسرائيل نشوء اقتصاد فلسطيني مستقل، واردات الجمارك بتحصلها إسرائيل بالضفة الغربية وهي بتقرر أي متى وكيف بتحولهم للسلطة الفلسطينية. كل المعابر اللي بتأدي لمناطق السلطة الفلسطينية بالضفة ضلت تحت السيطرة الإسرائيلية. تحولت السلطة الفلسطينية لشرطة تشتغل محلياً بالتنسيق مع المحتل. هالمرة المطروح أقل من اتفاق أوسلو. عم تصر أمريكا على حل الدولتين من زاوية واحدة، تجديد السلطة الفلسطينية لتمكينها من إدارة قطاع غزة، يعني استخدامها للتخلص من حكم حركة حماس للقطاع من دون البحث بالملفات الباقية، سيادة السلطة على الضفة الغربية والقدس ومصير المستوطنات. هالطرح هو بالحقيقة مش حل الدولتين، هو حل الدولة الوحدة، دولة إسرائيل.